امرأة أدت العمرة طافت وسعت ونسيت التقصير ولم تتذكره إلا في اليوم الثاني. امرأة أدت العمرة طافت وسعت ونسيت التقصير ولم تتذكره إلا في اليوم الثاني وقصت شعرها، هل عليها شيء؟ ليس عليها شيء، ما دام قصت شعرها أدت النسك، إلا إن كان حصل جماع، إن كان زوجها جامعها قبل أن تقص شعرها يكون عليها فدية، ذبح شاة في مكة وتوزعها على الفقراء. أما إذا لم يكن حصل عليها جماع فالعمل صحيح إن شاء الله. نعم.